كيف يكون الدور اللي هتقدمه؟ كيف يكون ايه؟ الدور اللي هتقدمه مسرحيه للمرأة في الصعيد مثلا، او دورها في المسرحيات دي؟ ما احنا بنتكلم على الشباب، ما قلناش صبيان بس. يعني الهواة دول شباب صبيان وبنات، فده برضو انهم يشتغلوا سوا على المسرحيه، ده نوع من خلق يعني علاقة مساواة وعلاقة ود وعلاقة تعاون في إخراج هذه المسرحية. ضمن مسابقة ما تخفيش؟ مفيش أي شروط، مفيش أي شروط، إحنا بس الشروط اللي بنقول هي دي المواضيع اللي إحنا عايزين المسرحيات تبقى فيها، لكن سايبين الابتكار مفتوح والإبداع للشباب، إن هو إزاي يخرج المسرحية، إزاي يحط القصة، هو إيه الملابس، إيه الطريقة، دي كلها مفتوحة. يا ترى في أهداف معينة بتقدمها المسرحية للجمهور؟ زي ده هو كل ده، هو ده كله معمول عشان في أهداف معينة. زي ما بقول، الهدف إن نفهم المجتمع المصري إن المرأة دي مواطنة كاملة الأهلية، ما هياش حتة كرسي ولا آلة للإنجاب بس يعتدي عليها في الشارع يغتصبها. عايزين نغير المفهوم ده، ان لها حقوق وعليها مسؤوليات. يحترم، يجب اي راجل في مصر او ست انها تحترم نفسها كست، والراجل يحترمها ك يعني لها حقوقها وعليها مسؤوليتها، وان هي مش مجرد تنتمي اليه. يعني انا بيزعجني احيانا لما الكل يقول المقولة هي أختي وهي عمتي وهي خالتي. هي مش بس عمتك وخالتك وأختك، هي إنسانة، هي إنسانة منفصلة عنك، هي كاملة الأهلية، هي مواطنة لا حقوق. فده اللي احنا عايزين نوصله، دي الأهداف اللي احنا عايزين نوصله. طب من خلال المسرح.